حسابكم مش خطيره يا شكري. يعني ممكن اسلمهم المركز؟ ممكن قوي تنقلهم ما جراش حاجه، بس ازاي هتنقلهم وزملائهم المطاريد مالين الجبل؟ ثم انت بتقول ان في واحد منهم هربان، يعني اكيد هيكون مصدر خطر. انا بنفسي هسلمه للنيابه. انت دايما تركب الصعب يا شكري. يا دكتور طنطاوي ده واجبي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العمدي اللي هواني فرحان ومزقطط قوي عشان قبضت على رجالته ابو سريع ورجعت الهند ابنه. ربنا يخلي لنا الحكومه عشان بعتت لي ضابط شهم وشجاع زي سيادتك. اي والله ايوه. احنا ما عرفناش الامان الا من يوم حضرتك ما جيت بلدني. انا شخصيا هعمل اتصالات الشخصيه بالداخليه عشان يراقوك. ما ترى يعني نقل يا عمده؟ لا نقل لا، احنا متمسكين بحضره الضابط وخصوصا بعد ما هيخرج ابو عطوه من السجن. انت بتقول ايه؟ ابو عطوه هيخرج من السجن؟ ايوه. لو انت ما علمتش ولا ايه؟ بكره هيفرجوا عنه افراج بتلات ارباع المده لحسن السير والسلوك، والمطاريد وناسه واخواته وعيلته وكل الناس اللي حواليه هيطلعوا عشان يستقبلوه على باب سجن مصر. مالك يا دكتور طنطاوي؟ مالك سرحت في ايه؟ لا ابدا، دي حكايه قديمه حصلت من سنين طويله.